كما تعلم يصعب في الوقت الحالي مفاجأة أي شخص بأي معلومة إلا إن كان بجعبتك بعض الحقائق الغريبة العشوائية مثل ما استخدمه الناس قبل اختراع مناديل الحمام. إليك تلميح إنه شيء ينمو في المزارع. وماذا إن لم يكن لديك جعبة؟ أين يمكنك إخفاء هذه الحقائق؟ خلف أذنك أو في أنفك؟ بينما تفكر في خياراتك سأسرد لك بعض المعلومات الغريبة التي لا تعرفها على الأرجح. لنبدأ القائمة. من المحتمل أنك لم تتناول أبداً وسابي حقيقي في حياتك، وعلى الأرجح أنك تناولت فجلاً عادياً بدلاً. الوسابي الحقيقي غالٍ جداً وليس من المربح لمعظم المطاعم شراؤه. يمكنك طلب معكرونة سباغيتي في مطاعم ماكدونالدز في الفلبين ويطلق عليها، حاول أن تحرز، ماك سباغيتي. تقدم المعكرونة مع اللحم المفروم وصلصة الطماطم والجبنة المبشورة. على فكرة، إن كنت تمتطي ظهر خيل فلا تتوقع أن تحصل على برجر من شباك الطلبات، فسلسلة مطاعم هذه الشركة لا تسمح بذلك. إن التفاح الشهي في محلات البقالة ليس طازجاً كما يبدو. يتم تخزين بعض التفاح في الثلاجات لمدة 9 إلى 12 شهراً قبل بيعه. لا يمكنك إغلاق أنفك والهمهمة في الوقت نفسه. نخرج الزفير عبر الأنف عندما نهمهم، وعندما يغلق الأنف يتم حجب مرور الهواء. جرب ذلك بنفسك. في العصر الفيكتوري اعتاد الناس على قول برونز والتي تعني البرقوق بدل تشيز والتي تعني الجبنة. وعلى ما يبدو فإن تشكيل الفم بهذه الطريقة منحهم مظهراً أنبل. بالإضافة إلى ذلك استغرق التقاط صورة واحدة فقط ما بين 15 إلى 30 دقيقة. تخيل الاضطرار إلى الابتسام كل هذه المدة. عدد الصور الملتقطة كل دقيقتين في الوقت الحالي يعادل عدد الصور التي تم التقاطها طيلة القرن 19. يقع أكبر شلال في العالم تحت الماء، وهو شلال مضيق الدنمارك، حيث تتدفق المياه الباردة الأكثر كثافة من بحر الشمال أسفل المياه الدافئة من بحر إيرمنجر. فيتدفق هذا الشلال من ارتفاع 3500 متر فوق سلسلة من التلال تحت الماء، وهذا أكثر من 3 أضعاف ارتفاع أعلى شلال في اليابسة. يبدو الظلام والضوء أكثر تبايناً بدرجة كبيرة على القمر. أما على الأرض فإن الهواء ينشر ضوء الشمس، لذا تبقى الأجسام مضاءة قليلاً في الظل. لا يوجد هواء على القمر، لذا تكون الظلال أكثر قتامة. لكن عندما يكون هناك ضوء فإنه يضيء على القمر بشكل أقوى بكثير بسبب غباره العاكس. لنتحدث عن الفواكه الآن. الموز والكيوي والبطيخ من فصيلة التوت بخلاف الفراولة. وبحسب التعريف فالتوت نوع من الفاكهة يحتوي على الكثير من البذور وله لب غض ينمو من الزهرة. الفراولة لا تطابق هذه المعايير، فالبذور على سطحها هي مكسرات. هذه معلومة غريبة. إن العد التنازلي المميز المرتبط بإطلاق الصواريخ مأخوذ من فيلم ابتكره المخرج السينمائي الفرنسي فريتز لانغ في فيلم الخيال العلمي امرأة في القمر في عام 1929، وألهم مشهد العد التنازلي هذا وكالة ناسا لتبني الفكرة. لدى الملكة إليزابيث الثانية أكثر من 160 بقرة، أجل إنه القطيع الملكي، وهذه الحيوانات مدللة للغاية لدرجة أنها تنام على أسرة مائية لتحظى بأقصى قدر من الراحة. يوجد نظام غلي لتسخين الطعام وتحضير شاي ساخن مركباً في كل دبابة بريطانية. لا يمكنك تفويت وقت الشاي أينما كنت. يمكن للشعر من رأس إنسان واحد دعم وزن مرساة سفينة سياحية، أي حوالي 12 طن. اكتشف العلماء أن بعض الناس لديهم جين يمنع الإبط من إفراز رائحة كريهة. يا لهم من محظوظين، لا يحتوي عرقهم على المادة الكيميائية التي تتغذى عليها البكتيريا لإنتاج رائحة العرق الكريهة. تنجرف أستراليا حوالي 6 سنتيمتر للشمال كل سنة بسبب حركات الصفائح التكتونية. واو، ربما ستصبح القارة في الشمال بعد بضعة ملايين من السنين. كما أن أستراليا أعرض من القمر، تحقق من الأرقام بنفسك. يبلغ عرضها 4000 كيلومتر تقريباً، في حين أن القمر يزيد قليلاً على 3400 كيلومتر. إن شعرت بالحزن في الفضاء فلن تتدفق دموعك على خديك،
ففي حالة انعدام الجاذبية تتجمع كل الدموع في قطرة واحدة كبيرة على وجهك وتطفو بعيداً. وبالعودة إلى الأرض، فقد وجد علماء من جامعة كاليفورنيا أن الرجال ذوي الوجوه العريضة لا يثقون في الأشخاص حولهم، لذا يتصرف الآخرون بأنانية أكثر معهم. كان من المقرر في الأصل جعل اليوتيوب موقع مواعدة، لم تحدد التفاصيل، مجرد أنه كان سيصبح موقعاً للمواعدة وتحميل مقاطع الفيديو، وشعار اليوتيوب الأحمر كل ما تبقى من هذه الفكرة. إذن هل كانت هذه القناة ستسمى جانب الحب؟ كلا. يساعدك النشاط البدني المكثف على تذكر المعلومات الجديدة بشكل أفضل، لكن بشرط أن تقوم بذلك وفقاً لجدول محدد. على سبيل المثال، تدرس لساعة واحدة ثم تمارس تمارين رياضية لأربعين دقيقة بعد أربع ساعات، والنشاط المثالي لهذه النتيجة ركوب الدراجة. ألست حيواناً رائعاً؟ أظهر بحث أن معظم الكلاب تستجيب بشكل إيجابي لهذا الثناء أكثر من الطعام. نحب جميعاً تلقي الثناء والتقدير. حدد باحثون من ألمانيا وفرنسا طفرات في ثلاث جينات قد تسبب متلازمة الشعر غير القابل للتمشيط. إن كنت تعاني من هذه الحالة فأخبرني في التعليقات أدنى. يوجد أكثر من 200 سائق في بريطانيا تبلغ أعمارهم 100 سنة على الأقل، لكن تظهر الإحصائيات أنهم لا يقودون بشكل أسوأ من الشباب. ستقضي سنة وثلاثة أشهر من حياتك على تقرير ما تريد مشاهدته على التلفاز، فإن كنت لا تشاهد التلفاز فعلى الأرجح أنك ستقضي هذا الوقت في محاولة اختيار مقطع يوتيوب لمشاهدته. استخدم الناس في الماضي أكواز الذرة بدل مناديل الحمام، واستمر البعض في تفضيلها حتى بعد اختراع مناديل الحمام التجارية على الطراز الحديث في عام 1857. لابد أن أكواز الذرة أكثر سعادة في الوقت الحاضر. قوس القزح حدث متكرر، لكن قوس القزح المزدوج لا يتكرر كثيراً، وقوس القزح مع بداية ونهاية أقل حدوثاً بكثير، لكن أندر قوس قزح قوس قزح القمر، والذي يظهر في الليل بفضل ضوء القمر. لا تحسن الأشجار جودة الهواء في شوارع المدن، بل على العكس قد تجعله أسوأ، وذلك لأن أوراق الأشجار وأغصانها تبطئ تدفق الهواء، ويؤدي ذلك إلى تعلق الملوثات مثل أدخنة عوادم المركبات على الأشجار والبقاء هناك. يتم إنتاج نصف أكسجين الأرض في المحيطات بواسطة عوالق نباتية أحادية الخلية، والنصف الآخر تنتجه الأشجار والشجيرات والأعشاب. لو تمكنت من السفر بسرعة الضوء، والتي تعادل 1 تريليون كيلومتر في الساعة، فإنك ستدور حول الأرض 7.5 مرات في الثانية الواحدة. لكن لماذا ستقوم بذلك أصلاً؟ من ناحية أخرى، فإن الشمس شاسعة البعد عن كوكبنا لدرجة أنها تستغرق 8.5 دقائق للوصول إلينا بسرعة الضوء الفائقة، لذا لو خمدت الشمس فلن نعرف ذلك على الفور. استغرق إرنو روبيك شهراً كاملاً لحل مكعب الروبيك بعد أن اخترعه. الرقم القياسي العالمي الحالي 3.47 ثانية. سميت تقنية البلوتوث على اسم هيرولد بلوتوث غورمسون، الذي وحد الدنمارك والنرويج. على ما يبدو كان لديه سن أزرق مسوس يمكن رؤيته عند ابتسامه. لست متأكدة مما إن كنت قد احتجت لمعرفة هذه المعلومة. هناك مهنة تسمى أخصائي نفسي لأصحاب الثروات، ويساعد هذا المختص عملاءه الأثرياء على التعامل مع مشاكلهم، مثل الشعور بالذنب لكونهم أثرياء جداً ولأن لديهم هذا العبء الثقيل. يا لهم من مساكين. عثر علماء آثاراً على أواني عسل عمرها 3000 سنة في مقبرة مصرية قديمة، وتعد هذه أقدم عينة عسل في العالم، ولا تزال صالحة للأكل. يبدو أن العسل لا يفسد أبداً. عدد المجموعات الفريدة في الشطرنج أكثر من عدد الذرات في الكون. إن ركبت سيارتك وقدتها إلى السماء بسرعة 100 كيلومتر في الساعة، فستستغرق 1 ساعة فقط للوصول إلى الفضاء، وستستغرق 6 أشهر إن كنت ذاهباً إلى القمر. إن كنت تمتلك سيارة قادرة على ذلك، فإني أود رؤيتها. اخترعت النظارات الشمسية في الصين، لكن لغرض مختلف،
وهو إخفاء تعابير وجه القضاة في المحاكم. إن تبرعت بدمك في السويد فسوف تتلقى إشعاراً عبر رسالة نصية عندما يستخدم دمك. ضربة الصاعقة الوحيدة قد تحمص 100,000 شريحة من الخبز. لنجرب ذلك، ما رأيك؟ في عام 1992 فقدت سفينة شحن صندوقاً احتوى على أكثر من 28,000 بطة مطاطية في شمال المحيط الهادئ. ولا تزال هذه الألعاب تظهر على السواحل في جميع أنحاء العالم حتى في المحيط الأطلسي. تقع أكبر صحراء في العالم في أنتاركتيكا. الصحراء ليست مجرد منطقة حارة تكسوها الرمال، بل أي منطقة يهطل فيها أي شكل من أشكال الأمطار بشكل نادر للغاية. أظن أن البطاريق هناك لا تتوق لتناول الآيس كريم. فطر السن النازف لا تخلط بينه وبين البلوتوث أو السن الأزرق يبدو كأنه مغطى بقطرات من الدم، لكن لا شيء يدعو للقلق. ما تراه هو تسرب سائل الفطر السميك الداخلي الأحمر اللون عبر أبواغه، وبالطبع فإن هذا الفطر غير صالح للأكل، ليس كما لو أنك كنت تفكر في إحضار شوكة. قبل اختراع المنبه استيقظ الناس على صياح الديك أو رنين برج المدينة، لكن كان هناك أيضاً أشخاص معينون مسؤولون عن الطرق على النوافذ لإيقاظ الناس، وأطلق عليهم الموقظون. بالنسبة لي لدي ساعة منبه على شكل حيوان. إن الضغط الجوي في المشتري وزحل عال جداً لدرجة أنه يمطر ألماساً في العواصف الرعدية. هناك احتمال كبير بأن عدد النجوم في الكون أكبر من عدد حبيبات الرمل على جميع شواطئ الأرض. إن تناول الكثير من الجزر لن يقوي نظرك، فهذه مجرد خرافة، لكن قد يحول لون جلدك إلى البرتقالي. هناك مهنة تتمثل في مراقبة الطلاء وهو يجف. تجلس على كرسي أمام جدار تم طلاؤه حديثاً؟ ونعم، تساعده وهو يجف. تتمحور مهمتك في رصد الطريقة التي تغير بها قوام الطلاء وأماكن تصدعه وتقديم تقرير مفصل بناء على مراقبتك الحماسية. عاشت كليوباترا في زمن أقرب إلى إصدار أول آيفون من بناء الأهرامات العظمى. هذه معلومة صحيحة. تتطابق بنية الحمض النووي البشري مع الحمض النووي للموز بنسبة 60%، كما نشترك معه في التوازد في مجموعات. يحتوي الأناناس على إنزيم هضمي، لذا عندما تأكل الأناناس فإنه يحاول أكلك أيضاً، لكن معدتك تخرج فائزة من هذه المباراة. إن تعلمت شيئاً جديداً اليوم فامنح هذا الفيديو إعجاباً وشاركه مع صديق، وإليك فيديوهات أخرى ستحوز على إعجابك بالتأكيد. انقر على الفيديو الأيسر أو الأيمن لتبقى على الجانب المشرق من الحياة.